السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة هنشرح فيه حاجة بسيطة كده. اغلبيتنا واحنا بنستخدم اليوتيوب على الموبايل بنبقى عاوزين نسمع فيديو، بس عاوزين نسمع الصوت بس من غير ما نشوف الفيديو، وبنبقى عاوزين نعمل اي حاجة تانية على الموبايل واحنا بنسمع. بس طبعا في الموبايل لو خرجنا من اليوتيوب ما ينفعش، الفيديو مش هيشتغل، الصوت مش هيشتغل خلاص، هيقفل. فعشان نحل الموضوع ده هقولكوا على طريقة حلوة النهاردة، سهلة جدا. فيلا بينا نعرف هنعمله ازاي. اول حاجة هنفتح جوجل كروم، وهنكتب يوتيوب. هنفتح يوتيوب من على جوجل، فتح معايا اليوتيوب اهو عادي. هنختار مثلا الفيديو ده، اخترنا الفيديو ده، الأغنية دي، وعاوزين نقفل دلوقتي الموقع ونشوفها هتشتغل ولا لا. بس قبل ما نعمل كده هنعمل حاجة. الأول هندوس على الثلاث نقط اللي فوق بعض دول، وهنيجي عند كلمة ديسكتوب سايت، اللي هي ان احنا بنطلب موقع اللي هو الكمبيوتر، الشكل بتاع الكمبيوتر. وهنضغط على المربع اللي جنبها، هنلاقي عمل كده علامة صح. هو دلوقتي هيديني شكل الشكل بتاع الكمبيوتر. هنستنى الأغنية تفتح. نجرب دلوقتي نقفل. قفلنا، هنلاقي الفيديو ظاهر فوق هنا، ظاهر في الخلفية بتاعت الموبايل، فهيشتغل عادي. ونعمل بقى اللي احنا عاوزينه، نقلب في اي حاجة في الموبايل، نعمل اي حاجة وهو شغال زي ما هو.